السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في روح القائد. طهارة وروح القائد مرتبطة في الرفق، حسن خلقه وسلامة معاملته مع الكائنات حواليه. الرفق على فكرة يزين دنيانا وداخلنا وخارجنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. الله يرحمه الشيخ زايد، طيب الله ثراه، شخصية رائعة في تعامله مع جميع الكائنات، الإبل، الخيول، الصقر، وأيضا أنواع من الكلاب خاصة السلوكية للصيد. فهذا الإنسان عنده رقة في التعامل في هذه الحيوانات. لو الآن نشوف الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه، أيضا الخيل تركيز عليها القدرة، الفوز، النجاح، تجربة أبوي الله يرحمه. يحب الصقور، تربيته وتدريبه للصقور دائما يقول لي: يا عبد العزيز صقوري أنا هالصوب وأنتوا هالصوب، أنتوا صقور وهذه الصقور. وأيضا تجربة جميلة صراحة من سمو الشيخ عمار بن حميد الله يحفظه، يحبه بجمال الخيل. إن شاء الله لو تشوفون الخيول اللي عنده متميزة على مستوى العالم. فالرفق واجب علينا مع الحيوان، سواء في إطعامه، في تربيته، أو حتى في ذبحه. نلتقي إن شاء الله